شيخ وفقكم الله، عبارة منتشرة بين الناس وهي: من قال الله أعلم فقد أفتى، هل هذه العبارة صحيحة؟ أي نعم، أفتى بأن الله أعلم، تبي غير هالفتوى؟ أفتى بأن الله أعلم وأنا لا أدري، هذه فتوى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لا، ما قالوا يقولون أفتى، يقولون من قال الله أعلم فقد أجاب، ما قالوا فقد أفتى، يقولون فقد أجاب. نعم.